السلام عليكم ورحمة الله، معكم الكابتن أنس مدرب تايكوندو حاصل على الحزام الأسود 5 دان من أكاديمية كيوكي 1 في كوريا الجنوبية. بناتي تعليمية للاعبين تايكوندو من الصفر لمرحلة الحزام الأسود. اجري اليسار أركبي للأمام، بنش يسار أركبي يمين، بوكس عماد يمين، كمان دبل بنش ايمكي الدفاع الأول، دفاع سوشي أبكوبي غريبك، أمشي أبكوبي يسار، دفاع وسط يسار، أبكوبي يسار، وانظر منك يسار.